تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. مستمعين، نرحب بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، رحب بفريق العمل في الإعداد، عندنا فريق هيئة الصحة في دبي في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد. يسعدني أن يشاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة آل علي. صباح الخير. أهلا فيك دكتورة، صباح النور. ومعكم مقدمتكم دكتورة هند العوضي. أذكركم مستمعينا الأعزاء بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية 6005514114، والرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، حابة أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة وسعادة علينا، وإن شاء الله 2021 تحمل لنا العديد من المفاجآت السارة. قبل ما نبدأ مستمعينا الأعزاء بحلقتنا، نذكركم بأن لقاح كوفيد-19 أصبح متوفرا في هيئة الصحة في دبي، وأذكركم أن الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى اللي هم كبار المواطنين، ومن الكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق العمر 60 سنة، وأيضا ننصح الفئات المستهدفة اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر والضغط وأمراض القلب وغيرها، وأصحاب الهمم هم أيضا من ضمن الفئات اللي إحنا مستهدفينها. وطبعا إحنا مستهدفين جميع خط دفاعنا الأول في القطاعين الحكومي والخاص، وأيضا العاملين في المهن الحيوية الحساسة. طبعا مستمعينا الأعزاء، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمعلومات والأخبار الصحية، أيضا بتكون معانا الأستاذة أسم الجناحي، راح تعطينا آخر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم راح نتحدث عن الفحص الطبي قبل الزواج، وبعدين عن الرضاعة الطبيعية، وبنختم حلقتنا عن تقوية المناعة. شو عندنا اليوم من أخبار آمنة، لو تعطينا الخبر الأول؟ نعم طبعا دكتورة، خبرنا اليوم يقول ارتداء ملابس أنيقة تجعلك تميل إلى خيارات طعام صحية. اكتشف باحثون صينيون أن ارتداء ملابس أنيقة تجعلك أكثر ميلا لطلب أطعمة صحية في المطعم، ووجدت سلسلة من الدراسات أن رواد المطاعم الذين يرتدون بدلات وغيرها من الملابس الرسمية يلجؤون إلى خيارات طعام صحية أكثر من أولئك الذين يأكلون وهم يرتدون القمصان والجينز. ويعتقد طبعا الباحث أن ارتداء ملابس أنيقة أثناء تناول الطعام تجعل المستهلكين أكثر اهتماما بالانطباع الذي يتركونه، مما يدفعهم إلى خيارات أفضل مثل طبعا اللي يلبسون الجينز دكتورة والتيشيرت، تقولك في الدراسة هاي أنهم يفضلون الهامبرجر. وطبعا وجد الباحثون أن الملابس الرسمية عززت احترام الذات وأدت إلى اختيارات غذائية صحية. شو رأيك؟ والله هاي دراسة جدا، يعني بالفعل يعني يوم ألبس الجينز أحس نفسي يعني سبورتي وكذي، فأبي أكل أكل جانك يكون، فما أعرف يمكن دراسة صحيحة. صراحة دراسة يعني استغربت منها، وأحس يمكن تكون صحيحة دكتورة. كل ما كان الإنسان تحسين هندام مرتب وشكله مرتب، يبي قدام الناس يمكن يعكس صورة أنه الإنسان الصحي.
يعني الأكل اللي يكون متماشي مع اللبس قصدك أمنا؟ على حسب الدراسة. والله أنا يوم ألبس جواتي رياضة وشي أحس نفسي أبا أسوي يعني وأبا أمشي زيادة وشي، فما أعرف يمكن اللبس يأثر بعد على أنماط الحياة عنا. بالضبط. وننتقل من أخبار الصحية إلى السوشيال ميديا، ومعانا اسم الجناحي تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير اسمه. بالنور والسرور دكتورة، عليك على آمن على كل المستمعين إذاعة نور دبل. شو عندك اليوم من أخبار حكنا؟ من ضمن الأشياء اللي قاعدة توصلنا احنا مستمرين في حملة تطعيم كوفيد 19 فايزر بيونتك في هيئة الصحة، ومن ضمن الأشياء أو الأسئلة اللي وايد وصلتنا تتكلم عن الإجراءات أو شو الأشياء لازم نسويها، فحبينا نحن نذكرها أيضا في الإذاعة. ومنها واحد طريق التسجيل، إما عن طريق رقم المجاني 8342 أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA وموجود في الأبل ستور والأندرويد. بعدين بتوصلهم رسالة نصية عقب ما يخلصون يجاوبون على الأسئلة ويحددون الموعد، بتوصلهم رسالة نصية بالمعايير والنصائح والتوجيهات اللي يحتاجونها. ثلاثة، يتأكدون من قراءتهم للنموذج والإقرار بالموافقة. لما يوصلون المركز راح يسوي لهم فحوصات للعلامات الحيوية، بعدين أخذ اللقاح، بعدين انتظار لمدة 20 دقيقة بعد تلقي اللقاح، وآخر شيء بتوصل رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية بعد 15 دقيقة من انتهاء رحلة اللقاح. الجرعة الثانية غالبا تكون بعد 21 يوم. أيضا التطعيم موجود في 6 مراكز، كل من مركز البرشة، زعبيل، مزهر، ند الحمر، أبطان، ومستشفى حتى. أيضا نحن حاليا يعني قاعدين نتكلم عن أيضا الفئات اللي ما تقدر تأخذ التطعيم، وهي كانت من آخر النشرات اللي حطيناها. فنتمنى من الجميع يتابعونا قنوات التواصل الاجتماعي على DHA_Dubai. ودمتم بصحة وسعادة. قدمتي بصحة وسعادة. أسمى، متى قررتي تاخذين التطعيم؟ خبرينا. هذا الأسبوع. هذا الأسبوع إن شاء الله. هذا الأسبوع إن شاء الله بإذن الله. وانتي آمنة شرايك، متى بتاخذين اللقاح؟ صراحة دكتورة أنا من الفئات المستثناة من اللقاح. أنتي من الفئات المستثناة اللي هي شو؟ فئات المرضعات. المرضعات، أيوة. إنزين أنتي دكتورة سألتي أسماء، يلا نسألت متى ناوية تأخذين ترى أنا وأسماء كنا مقررين هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. آمنة، لو تذكرين مستمعين بأماكن حصولهم على لقاح كوفيد 19. نعم، مثل ما ذكرت أختي أسماء الجناحي، أماكن الحصول على لقاح كوفيد 19 هي مركز زعبيل الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، وكذلك مركز البرشة الصحي، وأبتاون مردف، ومستشفى حتى. وطبعا دكتورة نحن ننصح جميع المستمعين انهم ياخذون التطعيم، لان مع التطعيم ان شاء الله بنرجع للحياة الطبيعية. مثل ما يقولون دائما التطعيم امان واطمئنان. بالفعل التطعيم أمان واطمئنان، وهي الخطوة الأولى في مرحلة العودة إلى حياتنا الطبيعية إن شاء الله يا آمنة. وأرجع أذكر المستمعين بالفئات المستثناة، من ما دام أنت ذكرتي الفئات المستثناة فخلينا نقول للمستمعين باقي الفئات. مثل ما قلتي المرضعات هم الفئات المستثنين من تطعيم كوفيد، وأيضا الحوامل واللي عندهم أمراض نقص مناعة، الأطفال اللي تحت سن 18 سنة، اللي الحريم اللي يخططون أنهم يحملون خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أيضا ننصحهم أنهم ما يأخذون هذا التطعيم، إلى جانب أي حد عنده حساسية من أي لقاح أو أكل أو دواء أو أي شيء ثاني. وطبعا يعني في نهاية الأمر هذا يرجع لتقدير الطبيب، بس احنا ننصح مستمعينا ان يخبرون اطبائهم بكل الادوية اللي ياخذونها، بكل الحساسيات اللي يعانون منها. طبعا هذه كلها اجراءات عشان احنا نضمن صحتهم وسلامتهم ان شاء الله. مستمعين الاعزاء، بناخذ معاكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع اليوم حديثنا جدا شيق، بيكون عن عمليات التجميل في مستشفى راشد.
أتوقع هذا الموضوع جدا بيكون شيق آمنة. موضوع يهم البنات وايد دكتورة، واليوم أنا وأنتي نقدم الحلقة وبنعرف من الدكتور أكثر عن عمليات التجميل في مستشفى. نستلم الدكتور يعني. فاصل قصير مستمعينا، بنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، طبعا عبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعينا أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 6005514144، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر قسم الجراحة التجميلية في مستشفى راشد من الأقسام التخصصية اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وللراغبين بعمليات التجميل وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال. طبعا للحديث عن هذا القسم والعمليات التجميلية بشكل عام، يسعدني ويشرفني أن يكون معانا عبر الهاتف اليوم الدكتور شادي خليل جابر، أخصائي أول جراحة تجميلية بمستشفى راشد. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم، وسعيد أني انضم لكم اليوم الصباح بالحديث عن خدمات اللي منقدمها بمستشفى راشد. أتوقع حديث اليوم بيكون جدا شيق يعني دكتور، فلو تعطينا شوية نبذة عن الخدمات التجميلية اللي يقدمها مستشفى راشد. هلأ مثل ما الكل بيعرف، بالنسبة للخدمات اللي منقدمها بقسم الجراحة التجميلية والترميمية والحروق، أنه دائما في عنا قسم طبي بحت بيتعلق بمعالجة الحروق، ونحن المركز الوحيد اللي موجود بدبي المركزي، وعم نقوم بكل الشغل بأكمل وجه إن شاء الله. بالإضافة لعمليات الترميم، عندنا شق من العمل المطلوب مننا هو أنه نقدم خدمات الجراحات التجميلية الانتقائية، من إلا إلكتيف سيرجري أو كولد كيسز. هاي العمليات التجميلية اللي بيطلبوها المرضى غالبيتهم هن المرضى اللي بيتعرضوا لعمليات بدانية لإنقاص الوزن، أو السيدات اللي بيصير عندهم ولادات متكررة وممكن يصير بعض الترهلات بالجسم، فهدول بيحتاجوا لعمليات من إلى بادي ليفت أو عمليات شد الجسم. هي غالبية العمليات أو المين لود اللي عم يكون عندنا بقسم الجراحة التجميلية. نعم، وطبعا دكتور حابين نعرف منك مثل ما قلت في إقبال كبير على هاي العمليات، احنا نبي نعرف شو الإمكانيات المتوفرة في مستشفى راشد من حيث الأجهزة والتقنيات والكفاءات الموجودة في المستشفى. هلأ بالنسبة لموضوع مستشفى راشد، أول شيء القسم اللي عندنا هو قسم متخصص، فشيء اللي كتير مهم عندنا بالقسم أنه نحن وجود مجموعة متنوعة من الجراحين تجميل من كل الكفاءات من كل المدارس. هذا الشيء عم بيعطي غنى لمستشفى راشد ويميزه عن باقي المستشفيات يلي منقول بالبرايفت سيكتر أو حتى بالببليك سيكتر. موجود طاقم كبير حوالي 9 أطباء جراحين، هذا على المستوى الكفاءات اللي موجودة. بالإضافة أنه نحن موجودين 24 ساعة، يعني نحن دائما المريض لما يساوي عملية جراحية أكيد في عمليات بتكون كبيرة تستغرق حوالي 4-5 ساعات، المريض بده متابعة جدا لصيقة بعد العملية، فنحن وجود كوادر موجودة 24 ساعة مثل ما بنقول خفارة أو مناوبة أون كول بتكون، فعم يخلي هذا الشيء في سيفتي أعلى بأدائنا، وبيخلي دائما المريض يحس أنه هو متابع دائما. بتعرفوا ممكن دكتور احيانا يعمل عمليه ويسافر برات البلد لاي ظرف، عنده مؤتمر، عنده اجازه، اي شيء، دائما عم يحس المريض انه هو عم يفقد التواصل مع دكتور متخصص بيعرف بحالته. وجودنا كفريق عمل متكامل، هذا الشيء عم يعطي امان وضمان للعمل انه يكون ماشي بوتيره واحده باي وقت خلال ايام الاسبوع حتى ايام العطل. فدائما نجاح العمل لما يكون منظم على شكل تيم دائما بيعطي نجاح أفضل ما يكون على مستوى شخصي. بالإضافة إنه التشاور دائما والتبادل الخبرات بين الجراحين أكيد بيقدم نتيجة أفضل للمريض، بيكون دائما بيصب مصلحة المريض.
نعم، وطبعا دكتور حابين أكثر نعرف على بحكم خبرتك الفئات العمرية الأكثر إقبالا على عمليات التجميل، وشو هي أبرز العمليات اللي يتم إجراءها في المستشفى؟ هلا بالنسبة لنا الشيء المبشر إنه مو بس السيدات إن المهتمين بهذا الموضوع، الشيء الملفت للنظر كمية الشباب يلي ممكن تطلب عمليات التجميل. غالب العمليات اللي بتخص الشباب نعطيهم هالمرة الأولوية، عمليات شد الجسم اللي بتصير بعد عمليات البدانة، في عنا العملية مطروقة جدا بالإمارات هي عمليات إنقاص الوزن إن كان عبر السليف أو البايبات. فعم يصير عندهم ترهل شديد بعضلات البطن، بالثديين، بالأطراف، بالفخذ، بالذراعين، فعم نقوم بعمليات استئصال الجلد الزايد أو عمليات شد الجسم. هي عمليات هي تعتبر من العمليات الكبرى، عم تجرى بوتيرة عالية جدا، ما توقع أبدا في أي مركز بكل الإمارات ممكن يشتغل حجم العمل اللي عم نعمله، يكون في عندهم الخبرة اللي عم تكون موجودة عندنا، بالإضافة لعمليات تجميل الأنف، عمليات شد الوجه، عمليات بالنسبة للسيدات عمليات شد الصدر إن كان سيدات المرضعات أو اللي صار عندهم فقد وزن شديد، فبيصير في ترهل بالثديين أو بيكون عندهم حجم الثديين كبير فمحتاجين أنه يخففوا من الحجم لأنه عم يعمل لهم مشاكل مرضية مثل آلام الرقبة أو مشاكل بالصدر نفسه. فدائما نحن عندنا كل الخيارات موجودة إن كان عمليات على الوجه أو كانت عمليات على الجسم شاملة للجنسين يعني الذكور والإناث. والعمر يلي عم يكون بصراحة عندنا من عمر 18 وصولا لعمر الستينات، أحيانا في سيدات بالستين بالـ68 بالـ70 عم يجي يطلبوا عمليات تجميلية يعني بحتة، بتكون سيدة عندها ولادات كثير وبطنها كثير زاعجة، هي الكرشة اللي بنسميها، فعم يطلبوا انه نرجع ندعم لهم عضلات البطن ونستأصل الجلد الزايد منشان يقدروا يعيشوا نمط حياة افضل بكثير. طبعا يعني هاي الاجراءات دكتور مش فقط تجميلية، يعني انت لما تتكلم عن قص الجلد الزائد هذا يكون مزعج للشخص نفسه تماما، وحتى تماماً ممكن يسوي له ساعات بعض انواع الالتهابات يعني في ثنايا الجلد هذه. تماما ثنايا الجلد ممكن تتعرض لتعرق وتعرفوا في رطوبة عالية احيانا في فترات الصيف، فممكن هذا الشيء يسبب تعرق التهابات جلدية بالمنطقة، ممكن فطريات، فهذا السبب اللي هيك حكينا حتى بعمليات تصغير الثدي انه بيكون في عندنا ترهل كثير المريضة او حجم الثدي كبير فمحتاجة انه تخفف من هذا الحجم. للأسف احيانا المرضى ما بيكون عندهم الوعي الكافي انه يراجعوا جراحين بخصوص هذا الموضوع، ممكن بيتهيئ لهم او ما عندهم خبرة انه يعني بيتحملوا الوضع لفترة طويلة لحتى يصير الموضوع جدا مزعج ومراحل متقدمة. يعني حتى هذا العملية اللي انت ذكرتها ممكن تأثر على ظهر المريضة أو على وقفة المريضة، فهذا يعني الثقل ساعات يكون ضار لها. تماما ممكن يكون حتى دكتور الجراحة العصبية إلا روح يعملي العملية ورجعي لعندي، لأنه بصراحة حجم الثديين عم يكون أكثر من طاقتها على أنه تتحمله، فعم يساوي تنميل وخدر باليدين، أحيانا عم يساوي ألم بالرقبة بالظهر، مزعج جدا، فعم بصراحة عم يلجأوا للموضوع بشكل طبي بشكل تجميلي بالإضافة للشكل التجميلي، فدائما بيعطي الثدي عند السيدة ثقة بالنفس أكثر وبيعطيها جمال لملامح الجسم وتفصيل الجسم. فلهذا السبب بصراحة عم يكون عندنا كثير توجه باتجاه مستشفى راشد، لأنه حتى الشيء اللي كثير حلو بمستشفى راشد عندنا مواطنات جراحات متميزات تماما، فدائما هذا الموضوع حتى عم يحل إحراج اجتماعي موجود أحيانا عم يكون نحن دائما مجتمعاتنا بنحافظ على خصوصيتها واحترامها، فممكن سيدات ممكن يكون عندهم بيفضلوا أنه جراحة تكون، فنحن موجودين عندنا من أهم الأسماء بدون ذكرها، بس هي عم تقدم خدمة جدا متميزة وعم تعطي سمعة حلوة ريبيوتيشن كويس للقسم بكفاءته ونوعية العمليات اللي عم نشتغلها. بالضبط دكتور، هذا الشيء يريح خصوصا للفئة النسائية أن يكون الطبيب هم المعالج، طبيبة يعني تكون امرأة يعني، فهذا يكون أريح والمريض له الحرية. تماما كلامك صح، والمريض له الحرية يختار الطبيب، لأن أحيانا بيتوجه المريض لطبيب معين وأحيانا بيتوجه لسمعة القسم، بس بكل الأحوال نحن نشتغل كتيم متبادل الرأي متبادل الخبرات
بنتساعد. هذا الشيء عم يخلي في عندنا بصراحة ما بنشتغل شيء غير طبيا وأخلاقيا جيد للمريض. يعني دائما احنا بيكون الهدف دائما هو الأخلاقي طبي اللي بيعطي نتيجة مرضية للمريض بدون الحق أي أذية بالمريض. نحن ممكن أنه هذا الشيء بيميزنا أكثر عن أي مكان تاني، لأنه ما في مصلحة تجارية بصراحة مع المرضى، هذا بيبين فيها تماما. فهذا الشيء اللي عم يخلينا الحمد لله دائما بالممارسة السليمة. هذه إحدى مميزات عمليات التجميل للأشخاص اللي يختارون أن يسوونها في مستشفى راشد. هل في مميزات أخرى دكتور ممكن أنت تذكرها للمستمعين؟ هلا أكيد المنافسة بتقديم الخدمة الطبية المتميزة. يعني نحن المريض عندنا ما بنستعجل أو بنحاول أنه نطلع المريض من المستشفى بشكل سريع فقط لتخفيف الأعباء المادية. هذا ممكن يكون بسياسة القطاعات الخاصة بكل دول العالم، لأنه دائما بيكون المريض في عنده تكاليف مادية معينة. نحن موجود عندنا شيء الأهم، أنه هذا الموضوع لا نستثنيه عندنا بعملنا، بنخلي المريض يطلع لما تكون حالته بتسمح أنه هو يروح على البيت ويعتمد على نفسه. هذه أهم ميزة بصراحة، بالإضافة أنه لا سمح الله المريض أي شيء استجد عنده بحالته بعد ما يطلع البيت، هو نحن في عندنا تيم موجود بالمستشفى 24 ساعة والكل بيكون بيعرف عن حالته، فأي شيء يحتاج بشكل مباشر إن كان بالاتصال أو يجي حتى بنص الليل على المستشفى نحن عم نكون عم نقدر نخدم المريض. بالإضافة أنه نحن ما نختار غير العمليات بصراحة اللي مثبت علميا فائدة للمريض. يعني ما عندنا أي اجتهادات شخصية أو ممارسات خارج النطاق الطبي المصرح فيه، لأنه في عندنا جدا مسؤولية عالية تجاه المريض وتجاه عملنا كأطباء في هيئة صحة دبي. دكتور لو تخبرنا كنصائح أخيرة للمستمعين عن عمليات التجميل، إذا نصيحة أخيرة لهم. كثير سؤالك مهم بصراحة. عم نعاني دائما بأنه المرضى عم تجي تشوف كثير شيء على الميديا، إن كان على الانستغرام أو على سناب شات، عم تشوف صور غير واقعية غير حقيقية مفلترة، صاير عليها فوتوشوب لنجمات لمشاهير بلوغر. فالفكرة أنه دائما عم بيفكروا أنه هذا شيء حقيقي. للأسف هن لو بيشوفوا الأشخاص هاي بدون ميكاب بدون فلاتر رح يتفاجأوا بكمية المشاكل اللي عندهم. فهن دائما عم يجيبوا صور ونحن بدنا هيك. لاحظوا أنه الشريحة اللي عم تيجي لعنا على مستشفى راشد عم تكون واقعية أكثر، منطقية أكثر، ما بتلحق هذا النوع من الموضة. للأسف المريضات اللي عم يلحقوا هذا النوع من الموضة عم يتعرضوا للتشويه للتغيير بشكلهم، حتى هن ما عاد عم يتقبلوا شكلهم، عم يرجعوا يقولوا أنا تغيرت لمرحلة إني صرت ما بقدر أتحمل شكلي على المراية. ممكن حتى يصير عندهم اكتئاب ومشاكل نفسية بسبب هالموضوع. فدائما بحب إنه المرضى اللي تريحنا بالممارسة بمستشفى راشد إنه المريض بيجي أعطينا القرار، له ثقة بمكان العمل، واثق انه نحن عن جد رح نقدم له الخدمه المنطقيه واللي قادرين عليها بشكل علمي وبشكل اخلاقي، ما عم يتبعوا اساليب الدعايه والبهرجه اللي بنشوفها للاسف بوسائل التواصل الاجتماعي. بالضبط دكتور، يعني انت ذكرت نقطه جدا مهمه، ان الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي الناس تشوف صور غير حقيقيه لا تمت للواقع بصله، فيصير عندهم يصير عندهم مثل يعني رغبه ان يكونون مثل اي تماما، بصير عندهم طلب عالي انه انا بدي اكون مثل هذا الشكل، هذا غير قادين. يعني انت الصوره اللي عم تشوفيها ما بتعرفي هي المي اللي شايفتيها اذا كانت حقيقيه، هي بكم عمليه مرت وبكم مجازفه مرت وشو الشيء اللي اضطرت تعمله لحتى وصلت لهالمرحلة. هن خلص بيعتبروا انه لازم بعملية واحدة انا ممكن اصير هيك بيوم واحد ادخل اطلع. فعم يصير كثير مجازفات للأسف، وعم ياخذوا ريسك عالي ان كان من المريض او من الطبيب. للأسف هذا نحن عندنا غير موجود، سلامة المريض اولا، رضا المريض اهم شيء، بالإضافة انه نشتغل شيء يرضينا كشكل علمي وشكل اخلاقي كتيم نحن عم نشتغل. دكتور شادي خليل جابر اخصائي اول جراحه تجميليه، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمه. بس نوه عن شيء كثير مهم، انه حتى بالنسبه للانجكشن المرضى لهم ثقه جدا بحكومه دبي والخدمات اللي بتقدمها. يعني قريبا ان شاء الله خلال ايام راح يكون كمان خدمه الحقن الانجكشن او الخيوط الذهبيه، يلي ممكن كثير انه في ناس بالقطاع الخاص بيترددوا انه يجربوها لانه بيخافوا من جودة المواد او من خبرة الاطباء اللي بتشتغل. نحن كل الاطباء يلي مسموح لهم يشتغلوا هذه نوع من الاجراءات هم عندهم اكسبيرينس اوريدي، بالاضافة الى
ثقة بالمواد اللي تدخل على مشارف دبي إنه هي مواد 100% سليمة وآمنة لاستعمالها بالوقت المناسب والمكان المناسب. هذا خبر جميل جدا يعني وإنجاز جديد تضيفونه لقسمكم. تماما مثل المستشفيات الأوروبية والدول المتقدمة إنه المريض يحصل على كل الخدمات العلمية المثبت علميا هي جيدة للمريض. هذا اللي بيهمنا أكثر شيء وهذا اللي احنا متعودين في الخدمات اللي نقدمها في هيئة الصحة في دبي، ما نقدم لي مراجعين إلا أفضل الخدمات وأحسنها إن شاء الله، دائما نكون على حسن الظن. شكرا دكتور شادي، يعطيك ألف عافية. شكركم على وقتكم. كمان كان معنا الدكتور شادي خليل جابر، تحدث لنا عن العديد من المواضيع اللي تخص الجراحات التجميلية. أنا عندي تعقيب قصير بعد الفاصل آمنة، بأكد على بعض النقاط اللي ذكرها الدكتور. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، وبنرجع لكم مع مشروب السحلب. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا قبل ما نرجع لفقرات برنامجنا اليوم، الدكتورة عندها تعقيب على موضوع عمليات التجميل. طبعا الدكتور ذكر نقطة وايد مهمة، إن وسائل التواصل الاجتماعي سوت ربكة في ثقة الإنسان في نفسه، في معايير الجمال عندهم. فإحنا مش مع أو ضد عمليات التجميل، ولكن يعني قبل ما أنت تتخذ هذا الاختيار وهذا القرار، أولا لازم تكون عندك الثقة في النفس، يعني سواء أنت كنت أنت جميل مع العملية أو بدون العملية. وبعد ساعات بعض العمليات التجميل إحنا ننصح أنك أنت قبل ما أنت تسويها تروح للمكان الصح للطبيب الصح، وتكون متأكد أن الإجراءات اللي يتبعها هذه الطبيب متبعة لجميع المعايير والأسس الصحيحة السليمة. فإحنا يعني دائما نقول انتقوا أطباءكم وانتقوا المراكز اللي انتوا تروحونها. وما شاء الله يعني هيئة الصحة بذلت الجهد الكبير في تقديم هاي الخدمات التجميلية في مستشفى راشد، والعديد من الأطباء الموجودين ذو كفاءة عالية جدا. يعني فدائما يعني مستمعينا، إذا انتوا تبون تسوون أي إجراء خصوصا إجراء كبير، كونوا على ثقة أن انتوا 100% متأكدين من قراركم. وثاني شيء تأكدوا من أنكم تختارون الفريق اللي بيسوي لكم هذا الإجراء. نعم بالطبع دكتورة، الثقة طبعا الثقة في فريق العمل اللي أنت مقبل على العملية معاه شيء جدا كبير. وطبعا شاكرين للدكتور كلامه، وشاكرين لفريق عمله أيضا جهودهم المبذولة في مستشفى راشد. وطبعا في نقطة ما أعرف عاد إذا أنت توافقيني أو لا، يعني أنا دائما أقول للشخص إذا أنت تبي تسوي هذا الإجراء سوى عشان نفسك، لا تسوى عشان الناس. بالضبط، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. غاية لا تدرك. وبعدين يعني أنا مع أن الشخص يسوي الأشياء عن قناعة نابعة من الداخل. بالضبط. وطبعا الحين بننتقل أعزائي المستمعين لفقرة التغذية، واليوم عندنا الفوائد الصحية للسحلب مع الأستاذة عرين رشيد، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير استاذه. السلام عليكم. صباح الخير. سلام عليكم. سلام عليكم. بخير، يعطيكم العافيه. الله يعافيك وانت بخير وصحه وسعاده يا رب. تسلم يا رب. صحيح الموضوع اليوم عن السحلب، وطبعا احنا بما اننا مقبلين على فصل الشتاء، او احنا حاليا هلا بلش الجو يبرد وصرنا شوي بنحس ببروده، فبحب احكي عن موضوع السحلب لانه كتير شائع في الدول العربيه، وفي بعض الناس يمكن ما بتعرف هو إيش بالضبط السحلب. فبحب أحكي إنه السحلب مستخلص من زهرة الأوركيد، إذا في بعض الناس يمكن ما بتعرف شو هي، إنه بيجي من الزهرة نفسها، زهرة الأوركيد، وتسمى بالأوركيد سي. هلا هي عادة المكون السحلب بيجي على شكل بودرة، فبودرة السحلب تتكون هو عادة من البروتين والنشا والجلوكوز، وفي مركب اسمه الجلوكومانان، وهذا الجلوكومانان هو يعتبر من احد الالياف، لذلك بيساعد على موضوع تخفيف من الامساك. يعني الناس اللي عندها بعض يعني بتواجههم موضوع الامساك، بيساعدهم في موضوع تخفيف هاي المشكله، طبعا بالاضافه لمركبات اخرى. ولانه يعد من المشروبات الاساسيه في فصل الشتاء،
لأنه ليش؟ لأنه ينشط الدورة الدموية بالجسم فيساعد على الشعور بالتدفئة. وطبعا تكمن فوائده طبعا بأشياء ثانية، ومن أهمها تنشيط خلايا الجسم وخاصة المخ، فهو يزيد من القدرة على التركيز نتيجة لتواجد المكسرات. لأن احنا على السحلب عادة بنحط بعض المكسرات، يعني في بعض الناس بتحب تضيف المكسرات، فهذا كمان جدا مهم، بيساعد على تنشيط خلايا الجسم. وأيضا من المعروف أجمل شيء صراحة المكسرات اللي على السحلب هذه. صحيح. وأيضا من المعروف أن بودرة السحلب تضاف أيضا للحليب مع إضافة المستكة، مما يجعل السحلب مفيد طبعا للأطفال والمرأة الحامل، وطبعا لجميع الفئات العمرية الأخرى، بس أنا حبيت أركز على اثنين هدول الأفراد، الأطفال والمرأة الحامل. ليش؟ لأنه الاحتواء على الكالسيوم اللي بيساعد على تقوية طبعا العظام والأسنان والنمو بشكل صحي. فكوب من الحليب يحتوي على 350 ميلي جرام من الكالسيوم. وطبعا من الإضافة الثانية اللي هي منضيفها على السحلب معها اللي هي المستكة. ليش؟ لأنها لها فوائد كثيرة، ومنها طبعا مكافحة بعض الاضطرابات الهضمية مثل أمراض الجهاز الهضمي، وكمان تساعد على مكافحة العديد من المشاكل الصحية الأخرى التي قد تصيب اللثة والأسنان مثل التسوس. وأيضا بيساعدك كمان الإشي الحلو بالسحلب، خصوصا بالجو الشتوي بنحس دائما إن إحنا بردانين، فبنحب الدفى، وبنفس الوقت مرات بنحس حالنا في عنا شعور بالقلق. فالسحلب شو بيساعد؟ بيساعد إنه بيساعدك على الاسترخاء، يعني اللي عنده شعور بالقلق أو التعب كتير بيساعده على الاسترخاء السحلب. ولكن في شغلة مهمة أنا حابة أحكيها، إنه السحلب بيحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، يعني للأشخاص اللي حابين ينزلوا وزنهم، أو خصوصاً إحنا فصل الشتاء بنضلنا ناكل عشان نحس بالدفى، بحب أقولهم إنه استبدلوا الحليب اللي بنضيفه للسحلب بقليل الدسم، يعني بحليب قليل الدسم، أو تقليل كمية السكر، أو ممكن إنه إضافة السكر المحلى، يعني اللي مش حابب إنه يخفف مثلاً من السكر ممكن يضيف سكر محلي. فهو يعتبر عن جد مشروب أنا يعني كتير بوصي فيه، خصوصا بهالفترة هاي، وخصوصا هو صحي ولذيذ، وبحس إنه كل أفراد المجتمع بحبوا يشربوه. يعني الصراحة خليتيني الحين الدكتورة توديني أشرب سحلب ولا شو نسوي؟ أنا هالشتاء نسيت أشرب بسحلب، ذكرتيني. ما تنسوا تضيف المكسرات خصوصا الزبيب كمان. الجرفة بعد أستاذة عيرين شرايط. صحيح، والقرفة كتير ذاك. صحيح. عيال إن شاء الله اليوم ننصح المستمعين كلهم السهرة تكون مع السحلب والمكسرات. وشاكرين لك أيضا أستاذة عيرين رشيد أخصائية تغذية في هيئة الصحة في دبي، هاي المعلومات الجميلة، وشاكرين لكم مواضيعكم الصراحة المتماشية مع الأجواء اللي نحن فيها الحين. يعطيك العافية، شكرا كثير لكم. الله يعافيك، شكرا. طبعا أمنا احنا انشغلنا هالشتاء بالهوت شوكليت ونسينا السحلب، يعني بالعادة هذا مشروبي الشتوي المفضل، يعني فذكرتني أستاذة عيرين اليوم دكتورة تشرب السحلب وتصور لنا اياه. اصور لك اياه أمنا اكيد، وانا ما كنت اعرف ان ياخذونها من زهرة الأوركيد، فهاي معلومة ما ادري عيبتني. لا المعلومة صراحة معلومات جدا قيمة. ولضيق الوقت طبعا لازم ننتقل على طول على فقرة صحة المسنين، عندنا اليوم موضوع ارتفاع ضغط الدم عند كبار المواطنين. طبعا هاي من المشاكل الصحية الشائعة لدى معظم الأشخاص اللي أعمارهم فوق 65 عام، ومشكلة لها مضاعفات سلبية على صحة وحياة الشخص. وطبعا عشان نطمن على كبار المواطنين ونعطيهم معلومات أكثر، يسرنا تكون معنا الدكتورة وفاء جمعان كرامة، طبيب ممارس عام بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة وفاء. صباح النور، أخباركم؟ تمام الحمد لله. أهلا فيك دكتورة. دكتورة بداية حابين نعرف منك شو هو المؤشر اللي يوضح لنا إن الشخص من كبار المواطنين لديه ضغط الدم مرتفع، وكيف نعرف هالشيء؟ طبعا كثير ما تعرفون ان الدم يعني يعرف بقاتل الصام، انه ما عنده اي اعراض في البدايه، ويعني يكون الكشف عنه بطريقه بس انه مساعده طريق فحص في البيت او راح العياده، ويعني وقتها يفحص يعني يسوي فحص الضغط ويبين انه هو مرتفع. بس هو طبعا في البدايه ما يكون عنده اي اعراض تبين عليه المريض. نعم. لازم طبعا الفحص الدوري يثبت، او يعني الفحوصات اللي تكون دائما مستمره هي اللي تساعد ان نكشف المرض مبكرا.
نعم، وطبعا دكتورة شو هي الأسباب إذا قلتي إنه هو المرض الصامت، شو الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟ هم طبعا كبار السن أو في الناس عامة، التغيرات اللي تصير في الجسم مع الكبر في السن خاصة في كبار السن أنهم تسوي لهم تغيرات في الأوعية الدموية، يعني تقدر تكون تجلط أو تسوي لها تصرف في الأوعية، أو أنها مثلا تضيق مع كبر السن وشي، فالتغيرات اللي تصير الفيزيولوجية يمكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهالشيء يعتبر يعني مثلا في كبار السن الضغط عندهم شوي أعلى من الناس الطبيعيين يعني بسبب هالتغيرات اللي تصير، بس بعدين تقدر ترتفع لدرجة أن يحتاج معالجهم. نعم، وشو هي دكتورة مضاعفات ارتفاع ضغط الدم؟ مضاعفات كثيرة يعني، ومنها من المضاعفات الأساسية اللي تصيبهم مثل حضايق يصابون نوبة قلبية أو سكتة دماغية، الأوعية تقدر تنتفخ وتتسبب مشاكل ثانية نفس النزيف أو مشاكل أخرى، فشل قلبي تقدر تسبب طبعا مشاكل في الذاكرة أو تؤدي إلى الخرف إذا زاد الضغط وما ما ما دارتها من البداية. دكتور أنت قلتي عن المضاعفات، فهني إحنا يعني يوم نذكر المضاعفات على طول نروح لأهمية الكشف المبكر عن ضغط الدم. أهمية الكشف المبكر طبعا شيء وايد مهم. المريض يعني مثلا لو عنده جهاز في البيت أو لو حتى يتابع في عيادة مثلا فحص دوري كل سنة يفحص ضغطه يروح العيادة، وطبعا إحنا ما نعتمد على أول قراءة كانت متفق، يعني عادة نقدر نقول إن الضغط مرتفع في كبار السن، عادة كبار السن الضغط عندهم ما يكون نفس الناس الطبيعيين، فهو الضغط يعني يعتبر الضغط الانقباض اللي هو الرقم اللي فوق، عادة إذا كان فوق 150 وقتها نقدر نقول إنه لا لازم يعني ننتبه، وهالشخص بيحتاج يمكن دواء، يحتاج مراقبة، يحتاج وقاية، يحتاج يعني وسائل أخرى إن نتفادى المشكلة. وطبعا فحص الضغط يمكن في العيادة عادة في ناس بعد ما يمكن هالمعلومة يعرفونها انه وين يروحون العيادة وشي يتوترون فطبيعي الضغط يرتفع، فما نقدر نعتمد على اول قراءة احنا شفناها، يعني مثلا نقيس الضغط لمدة اسبوع، نعقل المريض في اجهزة الحين موجودة تتوفر ان اساس يقيس الضغط لمدة 24 ساعة طول اليوم، فوقتها إذا شفنا هالمؤشرات تبين صدق إن هالمريض عنده ضغط معناته وقتها لازم نشوف شو طرق العلاج. يعني هاي الأجهزة متوفرة عندنا دكتورة في هيئة الصحة؟ متوفرة عندنا، متوفرة الجهاز متوفر. جميل جدا، فمعناته دكتورة أنت ذكرين المستمعين أن لازم هم يحرصون على الكشف المبكر عن ضغط الدم، وإذا لاحظوا أي تغييرات هل في أعراض دكتورة يعني مثلا واحد يمكن ينتبه لها، هو نحن نعرف أنه هو مرض صامت وقاتل القاتل الصامت، بس ما أعرف ما في أي علامات ممكن يعني؟ ممكن يعني ممكن في بعض المرضى يقدرون يحسون مثلا إذا ارتفع عندهم الضغط يحسون بالتعب، إجهاد أو صداع، فهاي من المؤشرات، يعني مثلا إذا المريض حس بأعراض معناته بدأ يدخل في مراحل اللي هي المشاكل أو المضاعفات اللي تصير، فوقتها على طول لازم نزور أي طبيب بنفس الوقت، يعني مثلا لو حس بأي أعراض أي صداع أي تعب إجهاد ضيق نفس، يمكن هالأشياء تبين أن هي بدايات مضاعفات مرض الضغط. جميل جدا دكتورة، في طرق إحنا نقدر نحمي نفسنا من ارتفاع ضغط الدم؟ إن شاء الله في طرق طبعا، يعني طب الحياة الصحية هي دائما تناول مثلا الخضروات الفواكه، نحافظ على الوزن أو نقلل الوزن في ناس اللي عندهم زيادة في الوزن، نمارس الرياضة البدنية اللي هي تقريبا يعني الرياضات البسيطة لحد يعني مثلا كبار السن يقدرون يسوونها نفس المشي لمدة نص ساعة تقريبا 5 إلى 7 أيام في الأسبوع، وتقليل من تناول الملح، يعني ما طبعا مو بأنه مستحيل هم يعيشون بدون ملح نهائي، بس إن نقلل من يعني ناكل الملح بانتظام، فهاي الأشياء اللي تقدر تساعدنا لأن احنا نوقي نفسنا من الأمراض عامة ومنها ضغط الدم. يعني دكتورة بالفعل الملح يأثر في ضغط الدم؟ هي. وطبعا أنا أنصح المرضى يأخذون الملح اللي هو طبيعي أحسن، هو أملاح الهيمالايا لو سمعت عنها والملح الصخري. شو تنصحين أكثر الأنواع صراحة دكتورة، يعني إذا الواحد مش يكون على وعي يضيع بين أنواع الملح اللي شفناها؟ صح، في الخشن وملح البحري والهيمالايا والملح الوردي.
ما أعرف دكتورة أنت شو رأيك؟ شو أنا يعني الملح الخشن اللي هو الملح البحري أو الصخري هذا يعني اللي هو مفيد يعتبر كميات مناسبة مفيد، وملح الهملايا اللي هو البعد الوردي يعتبر بعد الأشياء اللي هي الطبيعية اللي ما اختلطت بوايد ما يعني ما تأثرت بوايد معامل في الصناعة وشيء، فنقدر نستخدمها إن شاء الله بكميات معقولة إن شاء الله. أنا شخصيا استبدلت الملح عندي بالملح البحري هذا الصخري اللي هو يسمونه سي سولت، خيار جميل. أيوه خيار جميل جدا صح. بس وايد مركز ترى دكتورة، يعني كمية صغيرة تكفي يعني تغني صح. دكتورة وفاء، هل في نصائح أخيرة ممكن توجهينها للمستمعين وخصوصا لكبار السن عنا واللي يهتمون أيضا في كبار السن؟ طبعا أنصحهم إن مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج طبعا، ولازم يعني الفحص الدوري هذا أي مريض كبير في السن فوق 60 على الأقل يروح العيادة مرة في السنة أو كل 6 شهور يسوي الفحوصات الدورية، نطمن على نطمن على الكلى على الكبد على كل الأشياء العامة. مرات يمكن المريض يدخل في مضاعفات نحن مو بحاسين فيها، بس يعني إنه هو يكون عنده مرض ضغط وما نحس بالمضاعفات اللي تصيبة، بعد إنه يحاولون مثلاً الأكل الصحي يمتنعون عن الضغط، وهذا شيء طبعاً صعب في وضعنا الحالي، بس يعني طبعاً تقليل الضغط العام إن تكون حياتهم يعني فيها نشاطات وفيها أنشطة وفيها يعني أشياء ثانية اللي تقدر تساعدهم إن شاء الله. طبعاً كانت معنا الدكتورة وفاء جمعان كرامة، طبيب ممارس عام بهيئة الصحة في دبي. شاكري لك تواجدت معنا اليوم في فقرة كبار المواطنين وهذه المعلومات القيمة. شكرا دكتورة، يعطيك ألف عافية. كانت معنا الدكتورة وفاء، تحدثت عن ضغط الدم بشكل عام وخصوصا عند كبار السن. هو ضغط الدم يعني عند الكل آمنة يعتبر يعني مرض خطير، ولازم الواحد يحرص على متابعة حالته ويعرف بالضبط الأرقام الصحيحة له ويتابع طبيب أول بأول عشان يكون على وعي ويسيطر على هذا الارتفاع. وطبعا دكتورة ننصح الجميع اللي عندهم كبار مواطنين في المنزل أن تكون عندهم هاي الأجهزة يعني متوفرة في المنزل، يحاولون لو مرة في اليوم يطمنون على صحة الأشخاص المتواجدين معاهم في المنزل. بالضبط، لأن القياس يوم أنت تروحين العيادة وتقيسين ضغط الدم يمكن تكونين ماشية مسافة طويلة أو يمكن طالعة دري، أو ممكن أنت أصلا تتوترين يوم يركبوا لك هذا الجهاز حزة القياس هذا، فالقراءات ساعات بالفعل مثل ما قالت الدكتورة ما تكون دقيقة جدا. نعم، فنتمنى طبعا لجميع كبار المواطنين والمقيمين عنا الصحة والسلامة يا رب. أكيد، ووردنا استفسار نذكر في عند أستاذ أبو عمر، في مستمعة كانت تبي تتناقش عن موضوع النوادي الصحية الرياضية حق الحوامل، فآمنة شو رأيك؟ دكتورة، خدمات الرعاية الصحية الأولية يوفرون خدمات للحوامل، كانت مرتين في الأسبوع رياضة للحوامل، وإن شاء الله للمستمع اللي سألت هذا السؤال باكر بنجيب على استفسارها وبنقولها عن الأماكن بالضبط وكيف ممكن تحصل على هاي الخدمة بالضبط. يعني في نوادي خاصة لهذه، بس بنعطيها التفاصيل الدقيقة أكثر في حلقة باكر إن شاء الله. إن شاء الله. وبهذا الاستفسار مستمعينا الأعزاء حابين نختم حلقتنا، وقبل ما أختم أذكر مستمعين ما زال عليكم ارتداء كماماتكم دائما وأبدا وبالطريقة الصحيحة عشان تحمون نفسكم من كوفيد-19. أشكر لكم حسن متابعتكم، أتمنى أنكم استفدتوا ولو بالقليل من المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم. دائما إحنا نطمح أن نكون عن حسن ظنكم. كل الشكر لفريق الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر للأستاذ إسراء الهاشمي ومخرجنا المبدع نمر، وطبعا كل الشكر لك لشريكتي وزميلتي آمنة العلي، يعطيك العافية. مستمعينا الأعزاء، دمتم في صحة وسعادة، ومعاكم كانت الدكتورة هند العوضي. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.